اصل ما طور باش تشوفوا معايا كيفاش باش تتعلموا كيفاش تحبوا تصبوا اي لعبة، اي لعبة كان تحبها، اي لعبة تحبها نجم تصب. عنا ميثود يستعملوها كنت تنطع بيت تمتني باش تصب اي لعبة في البي سي ولا الكمبيوتر نتاعك. باهي توا تابعون جوجل كروم، فما سيت تحفون ياسر اسمه كيكاس توغات، كيكاس كاستو او كي كاستو، هذا هو السين. كيما قلنا سيت تحفون ياسر، انا هاو مسجل عندي هنا سيت بين فيه كل شيء، كل ما جي في بالك فيه. بيه لنا عندك موفي تي في جيم ميوزك نيو بوز. انا باش نلوج على لعبة مثلا نكتبو جيم دونك فما جيم من جيم باش نلوجو اسم مثلا تحب اي حاجة برو جي تي ار، كل لعبة تحبها تكتب اسم هلا نشوفوا احنا طوى مثلا جي تي اي في جي تي اي 5 جي تي اي 5 هذي بيه مش تكون معناها جي تي اي مش تكون معناها اللعبة واثق باللي موثوق منها مش تتصب، لازم يكون تصوير التلفزيون ما تكونش فما هذي ولا بصمات السيني بتاع تلبس، السيني بتاع تلبس كيما هذي كيما هذي كيما هذي كيما هذي. لانا نمشي ونحطو برو برو 2016، نعملو ريشيرش ولا نجمو جي تي ار سان اندرياس. تو باش نشوفو كيفاش نعملو تيلي شارجمون. اول حاجة لازم يكون عندنا لوجيسيال يوتورنت هذا ولا لوجيسيال شيلي تورنت واللي هو هذا. بيه. انا سي ديجا حطيت لعبة تتصب، اما طب شنو عليكم كيفية معناتها باش تحط لعبة تتصب في اليوتيوب. نمشيو للسيني هذي اللي فيها سهم هابط لوطة ننزلو عليها يهبطلنا الواحد اللي ننزلو عليه. انا سي ديجا حطيتها اهي هذه اللعبة. انا اخترت جي تي ار سان اندرياس اوبسيون اوريجينال. انت كان تحب اي حاجة واحدة اخرى نجم تنزل لنا وتكتب اللعبة اللي تحلم بها ولا اللعبة اللي تحب. دونك الابيزود تاع اليوم وفات كان معاكم بليزدر والشان نتاعو، وكالعادة ما تنساوش اعملوا جيم وابوني وباي باي نستنى.